الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 3 بشمس الكنيسه بتحتفل بنياحه القديس ياسون احد 70 رسول واستشهاد القديس اوتيموس القس ونياحه البابا غبريال 86. لكن الكنيسه دايما تحط الرسل في مقدمه الاباء القديسين، يعني لما نيجي نحتفل بنحط ترتيب معين، العذراء الاول طبعا، وبعدها رؤساء الملائكه والملائكه، وبعدين يوحنا المعمدان، وبعدين الاباء التلاميذ والرسل، وبعديهم الاباء الشهداء، وبعديهم يبقوا الاباء البتاركه، وبعديهم رؤساء الاباء والمتوحدين والنساك. فالنهارده القديسين فيهم القديس ياسون، وده احد 70 رسول. والسبعين رسول دول اللي السيد المسيح اختارهم وارسلهم الى كل مدينه وقرى امامه، اداهم مواهب خاصه، واداهم كمان ان هم يحملوا الكنيسه الى كل مكان يذهبوا فيه. لما نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرت خطاياهم تغفر، من امسك تبع عليه امسكت، قال لهم في الاول دفع الي كل سلطان في السماء والارض. اذن اعطاهم هم السلطان ان يؤسسوا الكنائس. عشان كده الرسل هم اعمده الكنيسه. القديس ياسون، كلمه ياسون باليوناني معناها شفاء، وهو لطيف قوي ان يكون اسمه شفاء، وربنا يسوع ارسله من ضمن 70 رسول لاجل الشفاء، مش بس شفاء المرض، لكن الرسل كانوا يحملوا شفاء البشريه كلها. هو اتولد في طرسوس، وده يفهمنا انه اكيد يقرب لبولس الرسول، وهو فعلا احد عيله بولس الرسول نسيبه، وكان اصلا بيعيش في تسالونيكي، وهو من اكبر اليهود اللي في تسالونيكي. لكن فتره كان جه اورشليم، وربنا يسوع اختاره من ضمن 70 رسول، وقعد مع المسيح الفتره اللي هو ارسلهم فيها كرسل، وبعد كده رجع لتسالونيكي مره تاني. ده هنفهمه لاننا هنشوف ان بولس الرسول لما راح تسالونيكي قعد في البيت بتاعه فتره واتقبض على ياسون وقتها. تسالونيكي دي مدينه من المدن الكبيره جدا، هي تعتبر عاصمه القطاع بتاع مقدونيا، لانها مدينه عظيمه قوي بناها صهر الاسكندر الاكبر، وسماها باسم زوجته اللي هي تبقى اخت الاسكندر الاكبر تسالونيك. وبناها مدينه عظيمه جدا، وكانت ملتقى شعوب اوروبا مع الشعوب الاخرى فيها، يعني الشعوب اليونانيه والشعوب الاوروبيه والاسيويه كانوا بيجوا فيها، وهي كان ليها حكم ذاتي، يعني كانت تعتبر دوله مصغره، يعني ليها مجلس شعب وليها حكومه وليها والي خاص بيها. وكان فيها جاليه يهوديه كبيره جدا، حتى انهم كان عندهم مجمع كبير في تسالونيكي. انضم ليهم كمان جوه تسالونيكي مجموعه يونانيه امنت بالايمان اليهودي، سموه نفسهم المتقين او الدخلاء. بولس الرسول زارها في رحلته سنه 50، وده يحكي لنا اعمال 17 على اللي حصل هناك. يقول انه بولس وسيله راحوا هناك وقعدوا في بيت ياسون اللي هو واحد من الرسل، طبيعي طبعا يقعدوا عنده، وكانوا يروحوا يوعظوا في المجمع اليهودي ويرجعوا عند ياسون. فهاجوا اليهود لما لقوا في يهود كتير بتآمن، اليهود هاجوا عليه وراحوا جريوا علشان يقبضوا على بولس رسول وسيلة. فكان وقتها القديس ياسون هربهم وهربهم، راحوا إلى لحيفة، وبعد كده فيما بعد كملوا رحلتهم. فراحوا قبضوا على ياسون نفسه وحطوه قدام الوالي، وقالوا كده، قالوا هؤلاء الذين فتنوا المسكونة. فتنوا المسكونة يعني مالوا الدنيا كلام، وقائلين بأن لهم ملك آخر هو يسوع. فأزعجوا الجميع وحكام، فانزعج الجميع وحكام المدينة استمعوا بهذا. أول ما سمعوا أن دولا بينادوا بأن في ملك اسمه يسوع، هما زي فكرة اليهود دايما أن هما كانوا بيحاولوا يوقعوا بين المسيحيين وبين الحكام، زي ما عملوا مع بيلاطس.
أفرجوا عن ياسون بكفالة كبيرة دفعها والباقيين أطلقوهم. لكن ده يبين لنا قد كده ياسون كان مستعد إنه يقدم كل شيء لأجل المسيح. بعدها بفترة قليلة بعت بولس الرسول رسالة لتسالونيكي، وغالبا كان لسه القديس ياسون موجود. ورسالة تسالونيكي من أهم الرسائل، ليه بقى؟ لأنها هي أقدم الرسائل، هي أو غلطية، لكن رسالة بولس الرسول لتسالونيكي اتكتبت قبل حتى كتابات البشائر. ده يعني ده رأي كتير بيقولوه من 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 مفسرين الكتاب المقدس وعلمائه. معنى هذا إنه رسائل تسالونيكي هنقدر نشوف فيها الإيمان الرسولي اللي كان بيكرز بيه، لأن وقتها الرسالة دي اتكتبت بعد 20 سنة من صعود ربنا يسوع المسيح. فهنشوف الكنيسة كانت بتقول إيه، وده سر اهتمام الكنيسة برسالة تسالونيكي. ونجد أن كلام بولس الرسول في تسالونيكي هو الكلام بتاع إيمان الرسل. فنقرأ فيها مثلا ربنا يسوع المسيح الذي صلب وقام حيا وصعد إلى السماء وسيأتي مرة ثانية، وده ملخص الإيمان. ربنا يسوع المسيح الذي تجسد صلب وقام حيا وصعد إلى السماء وسيأتي مرة أخرى. ولما بولس الرسول وجد أن اليهود بيضطهدوا الكنيسة في تسالونيكي، ده السبب المباشر اللي خلاه يكتب، بجانب أن بعض الأفكار اللي نقلها له القديس تيمساوس فيما بعد، فكتب رسالته الثانية. كتب الرسالة الأولى، ورسالة الأولى 5 إصحاحات. الإصحاح الأول بيتكلم عن عمل الثالوث ولاهوت المسيح، وبيقول لهم ده الإيمان اللي أنتوا بتؤمنوا بيه. الإصحاح الثاني بيدافع عن الكرازة والإيمان اللي شكك فيه اليهود. أصل اليهود قعدوا يقولوا بولس رسول ده أصلا ما بيقدمش إيمان مظبوط. فالإصحاح الثاني بيدافع عن الكرازة بتاعته والإيمان بتاعه. الإصحاح الثالث بيثبتهم على الاضطهادات والضيق. الإصحاح الرابع بيقول لهم عقيدة القيامة ومجيء المسيح مرة تاني. الإصحاح الخامس بيقول لهم استعدوا للمجيء التاني. ولكن غالبا الكلام ده أثر فيهم قوي، وطلعت عندهم مشكلة تانية، إنهم فهموا الكلام ده إن المسيح جاي بسرعة، فسابوا شغلهم وسابوا عشتهم وقالوا هنستنى المسيح. الكلام ده بعته لهم القديس تيمساوس، فكان عندهم تيمساوس الرسول، فراح لبولس الرسول وقال له حصل كذا كذا كذا. فبعد شهرين بعت لهم الرسالة التانية. الرسالة التانية بيعالج فيها بقى الفكرة دي، أهم فكرة بيعالجها هي مجيء التاني. لكن بالمرة كمان الرسالة التانية 3 إصحاحات. الإصحاح الأول بيقول لهم اصبروا في الضيق، لأن ربنا سمح بالتجارب، ولازم تفهموا ان ربنا هيدين الكل بالعدل، اللي بيضايقوكم هيدينهم. الإصحاح الثاني بيتكلم عن مجيء المسيح وعلامات المجيء، وقال لهم المسيح مش هيجي دلوقتي، لانه مش هيجي ان لم ياتي الارتداد ويجي كمان الدجال. وبيقول لهم اثبتوا في التعليم اللي هو سلمه لهم. الإصحاح الثالث بيتكلم على سلطان الكنيسه والتقليد، وقال لهم انهم يتجنبوا اي اخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم المسلم منه. نرجع بقى لياسون. أرسل ياسون أصلا مع التلاميذ في الوقت ده يبشروا، كانوا منطقة اليهودية وبعد كده أنطاكيا. لكن وبولس الرسول بيذكره في روميا 16، لكن بولس الرسول حط الإيد عليه علشان يبقى هو الراعي والأسقف بتاع طرسوس. مش معنى هذا هو كان الأسقف، لكنه كان أيضا رسول، فكان هو الراعي بتاع طرسوس، ده رسمي. لكن راح كرز في أماكن تانية، كرز في مدينة اسمها كيركيراس، دي في المغرب. بصوا فين طرسوس، وراح لم يهدأوا الرسل، ما سابوش حتة ما كرزوش فيها. كل ما كانوا يلاقوا إن في إمكانية إنهم يقدموا المسيح يروح يقدموه، ما كانوش يبالوا بقى بألم ولا ضيق ولا تعب. فراح المغرب، وهناك آمن على أيدي ناس كتير، وبنى لهم كنيسة باسم استفانوس. الوالي لما شاف كده أخده وسجنه، وكان مسجون معاه 7 لصوص.
هو قاعد وسط اللصوص مش يقعد يقول بقى ليه يا رب عملت فيا كده، ليه سجنتني، لا لا لا، هو أينما يوجد يكرز. جاب السبع لصوص وعرفهم بالمسيح وكرزهم وعمدهم وراح اعترفوا بالمسيح واستشهدوا. أقوياء أوي الرسل دول، أقوياء جدا. وبعدين أخدوا لما لقوا أي مكان بيروحوا بيأمنوا بالمسيح بواسطته أخرجوه وراحوا مسكوه وعملين يعذبوا فيه. بنت الوالي كانت متابعة تعذيبه، وربنا يبعت له ملاك يشفيه ويقف تاني ويكرز، وهو بيتعذب يتقابل مع جنود يكلمهم على المسيح، يأمنوا الجنود ويعمدهم. بنت الوالي أمنت لما سمعت الكلام ده، وراحت قلعت التوب الملك بتاعها وراحت له، فراح كلمها على المسيح وعمدها. ده بنت الملك. الملك عرف الكلام ده، مسك بنته قعد يضرب ويعذب فيها، ثبت على الإيمان لحد ما أبوها قتلها. وبعدين أخدوه في مركب علشان يعذبوه في مكان تاني، لأن المدينة دي كيركارس ده كل ما يروح في حتة يبقوا مسيحيين، قالوا ودوه جزيرة يتعذب هناك ويموت. حطوه في جزيرة في مركب، غرقت المركب، هو الوحيد بس اللي نجي، ونجي راح على جزيرة الوالي بتاعها كان وثني، قعد وسطيهم عمل معجزات وكرز أمنوا بيه. فالوالي بعد ما شاف المعجزات دي هو نفسه آمن وقعد وسطيهم وعمل لهم كنيسة وقعد في الجزيرة دي لحد ما تنيح. إيه ده؟ إيه القوة دي؟ جادين قوي، ما كانش عندهم يوم يسيبوه كده هو يرتاحوا فيه ولا يعيشوا حياتهم. كان عندهم رسالة مهمة، لما قال لهم اذهبوا اكرزوا حياتهم كلها كانت كرازة، جدية فوق الوصف، اشتياق لخلاص كل أحد، يتحط في سجن يخلص اللصوص، يقف وسط الجنود يخلص جنود، واحدة تشوفه يخلصها، كارزين بكل قوة وفي كل وقت، زي ما قال بولس الرسول في وقت مناسب وغير مناسب، زي ما قال بولس الرسول إني لا أعرف شيئا إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. ويقول إنه من أجل السرور موضوع أمامه ربنا يسوع المسيح احتمل الصليب، فهم لأجل هذا احتملوا كل شيء، يقولوا من أجلك نمات طول النهار. كانوا يحملوا المسيح إلى كل أحد، وكانوا واثقين تماما إن المسيح اللي بيقدموه للناس هو السبيل الوحيد للحياة. قدموه للمرضى عشان يخفوا، قدموه للمتألمين علاج الألم، قدموه للضعفاء عشان يبقوا أقوياء، قدموا للأطفال عشان ينموا في المسيح، قدموا للشباب عشان يكون سر قوتهم، قدموا لكل الإنسانية بكل الصور، أطفال وشيوخ ورجالة وستات. كانوا عارفين يعني إيه خلاص، وكانوا فاهمين إن الخلاص ده معناه الحياة لبشرية بدون المسيح بتموت. وقدام ده استهانوا بالألم، بل كانوا فرحانين وهما بيتألموا، لأنهم كانوا حاسين إن المسيح اللي اتصلب قدامهم وتألم قدامهم وقام الأموات هم بيقدموا حياة زيه. ذهبي الفم يقول هنا نتدرب على الألم، نحن في معركة وبوتقة، نتنقى كالذهب في النار. عشان كده كانوا فرحانين وهم بيكرزوا، ما كانوش شعرين بأن ألام الأرض مزعجة ولا متعبة، كانوا فاهمين أن دي سورة الذبيحة. كانوا فرحانين وحاسين وهم بيقدموا الذبيحة ان هم فرحانين. أنبا أنطونيوس يقول كما يحتاج الجسد الى الطعام تحتاج النفس للفرح لتحيا. لو كانوا في حزن وألم ما كانوش عارفون يعني ما كانوش عارفوا يعيشوا. كانوا شعرين بأن المسيح هو الحرية الداخلية، حتى لو كان في ايديهم قيود، حتى لو كانوا متألمين، كانوا فاهمين المسيح هو سر حياتهم، هو سر فرحهم. يقول بابا أثناسيوس على أنبا أنطونيوس كانت نفسه متحررة من كل اضطراب، كان هادئا فرحا، قلبه يحمل ملامح متهللة. منين ده؟ من المسيح اللي فيه. الرسل قدموا مسيح يحمل كل قوة، كل فرح، كل سلام.
لإلهنا كل المجد وكرامة الأبدية.